سؤال رقم 10، في الشكل المقابل إذا كانت مقاومة الجزء العلوي من الحلقة ضعف مقاومة الجزء السفلي، نترجم على طول، الجزء اللي فوق مقاومته 2R يبقى اللي تحت مقاومته R، يبقى إذا كانت مقاومة الجزء العلوي ضعف مقاومة الجزء السفلي فإن شدة المجال عند مركز الحلقة. كنا زمان بنقول إن البي هنا بصفر، هنا ما أقدرش أقول بصفر لان هيختلف هنا بسبب حته المساحه، المقطع اللي اختلفت دي هتغير لي اللي انت كنت متعود عليه. طيب تعالوا كده هنشوف الاول نوزع التيار. انا عندي تيار قيمته اي، هيتوزع ازاي على طرفين متوصلين على التوازي؟ انا هعتبر الطرف اللي فوق قيمته 2 ار والطرف اللي تحت قيمته ار، وعايز اوزع التيار اللي هو اي. طبعا لما بلاقي مقاومة ضعف التانية بوزع التيار التلت والتلتين، التلتين قيمة كبيرة للتيار هياخدها المقاومة الصغيرة، يبقى دي هتاخد تلتين التيار وده هياخد تلت التيار. طيب تمام، عايزة بقى اجيب البي توتال، هقول عبارة عن بي للملف السفلي ناقص بي للملف العلوي. طيب ليه انا هطرح، ليه بجيب البي توتال بالطرح؟ ما التيار هيتجزأ كده. تمام، هنا التيار مع عقارب الساعة يبقى المجال هنا لداخل الصفحة. طب تمام، وهنا التيار ده هيكمل كده، عارف لو انت خبيت ده كده هتلاقي التيار ده مكمل عكس عقارب الساعة، يبقى مجاله عمودي على الصفحة للخارج، يعني المجالات مختلفة وبالتالي هنطرح. او انت خبيها كده، خبي الجزء ده وحاول تكمله، هتلاقي ده مع عقارب الساعة، خبي الجزء ده وخليك مع الجزء اللي تحت هتلاقي تياره عكس عقارب الساعة، يبقى ده بالطرح. طيب تعال نجيب البي توتال، ليه بدأت بالبي سفلي؟ عشان تياره أكبر فهيبقى هو القيمة الأكبر. هنقول ميو عدد لفاته نص لفة، تياره هنا احنا اتفقنا انه تلتين الأي، تمام، على 2R نصف قطر الدائرة اعتبره 2R، تمام. وهنا هقول ناقص ميو نص لفة، وهنا التيار قيمته تلت اي، تلت الاي على 2R، تمام. هناخد الميو والاي، ميو والاي والنص والتو ار على المشترك، خدت الميو وخدت النص وخدت الاي والتو ار على المشترك، اتبقى تلتين، خدت الميو وخدت النص وخدت الاي والتو ار على المشترك، اتبقى تلت. طيب ادي ميو واي، الاثنين دي هتنزل تحت، تبقى الاثنين دي هتنزل تحت مقام البسط مقام، هتبقى 4R، وهنا تلتين شيل منها تلت يبقى تلت. يبقى انت عندك هنا ميو اي واربعة في تلاتة باتناشر ار، هل ده موجود في الاختيارات؟ هتلاقيه موجود في الاختيار رقم دال.